السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم التفاعلي فيس بوكس. في هذه الجولة سنمضي معكم في إطلالة على تفاعل أصدقاء صفحة البرنامج مع منشوراتنا ضمن الأسبوع الماضي، ولقاء جديد مع ضيف الأسبوع، وحديث عن عقد من عمر الفيسبوك، إضافة إلى بعض التدوينات العامة من موقع الفيسبوك. أهلا بكم. أثارت حادثة تكسير هواتف من إنتاج شركة سامسونج الكثير من التدوينات الساخرة، وشكك المدونون في تماشي هذا الأسلوب مع نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيما استغرب آخرون عدم وجود أي صورة توثق هذا الموضوع. عبد الله حمدي حاول أن يوثق الحادثة فكتب على صفحته: اليوم في مهرجان نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أحد السذج الناس بالتخلص من هواتفهم التي من ماركة سامسونج، لأن نجل واللي شدوا له علاقة بها، فقام ناس في مشهد يشبه رمي الجمرات برمي الهواتف وتكسيرها. لم ترق لي الفكرة ولم استسغ المبرر. سألت أحد الذين رموا هواتفهم عن الدافع وعن المغزى فأجابني: أنا أكبر منك. وقد علق المدون سيد أحمد بابا قائلا: يبدو أن بعض تجار الهواتف والألبان قد دخل على خط مبادرة أحباب الرسول، وإلا لماذا الهجوم على نجل المحامي محمد دمول لشده؟ لكون والده دفع عن صاحب المقال، أليس والد الكاتب وأمه أقرب إليه من محاميه؟ أليس الشرع صريحا يا دعاة الشريعة في أن لا تزر وزرة وزر أخرى؟ ما أبعد الدين من هذا المنطق التجاري الرخيص الذي يركب الموجة للترويج لبضاعة أو تحطيم مشروع آخر ظلما وعدوانا. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد الذي جاء بدين الحق والعدل. فيما يرى كمال الدين واللابة أن الضغط الاقتصادي سبيل لحل المشاكل، فما قام به المتظاهرون اليوم قد يؤدي إلى فصل ابن ويل شدو أو تهديده بالفصل عن شركة سامسونج، وذلك حتما سيؤثر على ويل شدو. مرحبا. فيديو الحلقة هذه المرة لقطات من زحمة المرور التي تعودت عليها مدينة نواكشوط، خاصة في أوقات الازدحام الخانقة وأزمة النقل المتفاقمة. نتابع. هذا الفيديو الذي شاهدته نشرناه على صفحتنا في الفيسبوك، فعلق الطيب عيسى بلال بقوله: حين يتعلق الأمر بزحمة المرور فالأمر يتجاوز كونه موقف فردي إلى كونه عقلية مترسخة لدى أغلبنا نحن الموريتانيين، فلكل منا حق الأسبقية حتى وإن لم يعطيها له القانون، وهذه النظرة الأنانية هي بالأساس السبب الرئيسي بزحمة المرور، إضافة طبعا لمشاكل البنى الطرقية الهشة والتي تعمق من الإشكالية. فيما علق سيد المختار محمود قائلا: زحمة المرور أمر طبيعي ويوجد في أنحاء العالم. في أغلب دول العالم هناك إشارات مرور تخفف الازدحام والشعب يحترمها، لكن في موريتانيا أغلب الطرق لا توجد فيها إشارات مرور، وإن وجدت فعلى الأسف لا يحترمها أحد. ويضيف حمزة المحفوظ قائلا: زحمة المرور تحتاج لاهتمام الدولة، وذلك بتنظيم النقل وتوفير وسائل نقل عمومية منظمة تخضع لرقابة صارمة. وكتبت منى اسماعيل قائلة: زحمة المرور تعكس ظاهرة التبدي التي تطبع سلوك المواطنين، وهو سلوك ورثوه أبا عن جد في زمان المرجع حيث لا ضوء يطبع المرور. ويعلق محمد بلال متحدثا عن عوامل الأزمة بقوله: أجل، هذا المشهد مألوف منذ ردح من الزمن، والسبب عائد إلى عدة عوامل، من أهمها غياب بنى تحتية كافية تتلائم مع الأحوال المعاشة إثر التحولات الاجتماعية والاقتصادية، وغياب إشارات المرور وعدم فهم معظم السائقين لها. ويرى معلق آخر سمى نفسه محمود مسومة أن الزحمة خفت عما كانت عليه سابقا، ولكن ليس على المستوى الذي كان ينبغي أن تكون عليه، فرداءة الطرق هندسة وشكلا والتركيز على الجانب الجمالي أكثر من الجانب الهندسي عوامل من بين أخرى لها أثر كبير في زحمة السير. لم نكن لنصل إلى عيد ميلادنا العاشر دون صداقاتك وأحداثك التي تنشرها وذكرياتك طوال هذه الفترة، شكرا لك. هكذا كتبت إدارة موقع الفيسبوك على الصفحة الرئيسية للموقع غداة الذكرى العاشرة لتأسيس الموقع قبل 10 سنوات في 4 فبراير 2004. فقرة التقنية هذه المرة نظرة على مسيرة الفيسبوك التقنية.
الفيسبوك الموقع الذي ملا الدنيا وشغل الناس في بداية هذه الألفية الثالثة أكمل قبل أيام من عقده الأول واحتفل بذلك على طريقته الخاصة المودعة كالعادة. لكن الفيسبوك الذي نعرفه اليوم مختلف جدا عن تلك النسخة البدائية التي أطلقها مارك زاكربيرغ قبل 10 سنين في جامعة هارفارد، وهو حينها طالب بسيط لا يدرك أن اكتشافه ذلك سيفتح الباب أمام مليار شخص حول العالم ليتعرفوا على بعضهم ويتشاركون كل اللحظات والأحداث. منذ إنشائه في عام 2004 وحتى ديسمبر من عام 2005 كان اسم الموقع The Facebook، وكانت واجهته مقتصرة على المعلومات الأساسية عن الشخص وخدمة بسيطة لإرسال الرسائل، ليتطور بعدها ويصبح باسمه الحالي ويضيف خيار المجموعات ثم التحديثات العامة أو نيوز فيد، وليضيف بعدها خيار المشاركة ثم الشات. وجدير بذكر أن خيار الإعجاب المعروف لدينا لم تتم إضافته إلى فبراير من عام 2009. وفي عام 2011 ظهرت اليوميات أو تايم لاين لأول مرة، وفي عام 2013 كان ظهور الجراف سيرش وتجديد الصفحة العامة بإلغاء نسخة كلاتر الكلاسيكية واستبدالها بأخرى تتيح للمستخدم الوصول للمعلومات بشكل أسرع، رغم أن هذه الأخيرة لم تلقى بعد الرواج المتوقع لها. 10 أعوام مضت، أصبح مستخدم الفيسبوك خلالها 1,190,000,000، وأصبح الموقع هو الأشهر والأسرع نمو في العالم، ولا زال تطوره عصيا على التخمين. في فقرة الاستفتاء لهذا الأسبوع طرحنا موضوع البرلمان الجديد، وهل هو قادر على أداء مهامه؟ وهل ترى فيه تجديدا للبرلمان السابق؟ وقد تفاعل أصدقاء الصفحة مع الموضوع بشكل كبير، حيث علق عبد الله سيد محمد قائلا: البرلمان الجديد مثل سابقه، لكنه جولة أخرى أكثر إثارة وتطورا من الصراع بين اتحاد المفسدين والأحزاب الوطنية أيا كانت انتماءات نوابها. كما علق أحمد بوه فاضل بقوله: البرلمان القادم أنتظر منه أن يكون للمواطن لا عليه، وأن يكون حاضرا في صنع القرار ولا باصما بالعشرة على القوانين التي تعرض عليه، وأن يراعي فيها مصلحة المواطن الذي انتخبه، كما أتوقع أن يحمل الجديد للساحة السياسية. فيما كتب عبد الله سيد الفال: ما دامت أغلبيته للحزب الحاكم أنتظر منه المصادقة على كل ضربة مواجهة للشعب، وهو بالفعل قادر على أداء مهامه الشخصية بلا مراعاة لمهام الشعب وهمومه، ولا فضل لبرلماني على آخر إلا بقدر تمثيله للشعب. وعن الدور المنتظر كتب سيدات الدمين: بالنسبة إلي كأي مواطن أنتظر من الأوجه الجديدة تحت القبة البرلمانية أن ترتقي قدر المستطاع بالمواطن، وأن تلامس همومه، وأن تطرح قضاياه للنقاش، وأن لا تنسى أنه من أوصلها إلى هناك. كما يضيف سيد المختار محمود: ننتظر منه الكثير الكثير، ننتظر منه أن يقدم ما عجز عنه البرلمانيين قبله، والاجتهاد في خدمة الشعب من التركيز على المصالح العامة وترك المصالح الخاصة على جنب. فيما يرى الداهر حيل أن البرلمان السابق والحالي وجهان لعملة واحدة لا فائدة فيهما. وعلق مدون سما نفسه والرقيبات: لست ممن ينتظر أي شيء من هذا البرلمان، فهو مجرد زمرة من تلاميذ العبد العزيز يقول له كن فيكون، لا هو ببرلمان ولا يمثل الشعب. ويضيف محمد محمود محفوظ: لن يتغير الكثير، فالشعب فاقد لثقة في الساسة ومن أتى عن طريقهم، فالأمر كما هو معارضة تنتقد وموالاة تصفق، وشعب معوز تائه بين الوعود والآمال. في فقرة صورة وتعليق نشرنا صورة التقطها فريق البرنامج من إحدى مقاطع طريق الأمل شرقي العاصمة نواكشوط، وفيما اختار بعض المدونين التعبير عن ذكرياتهم ورؤاهم عن الطريق وانطباعاتهم عنه وعن المخاطر التي تغتال أرواح المسافرين عليه، علق صديق الصفحة الحسين أحمد قائلا: أن من سار على الدرب وصل. الكثير منا يهتم بخيارات التواصل مع الآخرين ومتابعتها وتشغيلها في موقع الفيسبوك. هذه المرة نعرض في فقرتنا التعليمية خيارا من نوع آخر، نتابع. في الفيسبوك كثيرة هي الخيارات التي تزيد من قدرتنا على التواصل مع الآخرين، لكن هذه المرة سنتطرق لخيار يقلص تلك القدرة بل ويوقفها تماما. إنه خيار تعطيل الحساب وإغلاقه مؤقتا مع إمكانية العودة إليه وتسجيل الدخول في أي وقت. ولتعطيل حسابك كل ما عليك فعله هو الانتقاء إلى الإعدادات عبر الضغط على هذا الترس الموجود في على الصفحة، ثم الضغط على خيارات الأمان، وفي أسفلها تجد خيار تعطيل الحساب. وعادة ما يختار الفيسبوك شخصيات عشوائية يخبرك أنها ستفتقد وجودك معها، وتحت ذلك عليك تحديد سبب تعطيل حسابك ثم الضغط على تأكيد. وفي أي وقت رغبت بالعودة كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول بالطريقة المعتادة. ضيفنا لهذه الحلقة هو مدون موريتاني سكنه وطنه رغم البعد واكتوى بالغربة عنه كثيرا، التقيناه بزيارته للوطن وسألناه ماذا يخطر ببالك. نتابع اللقاء مع المدون والشاعر الكبير سيد محمد الصغيري. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك العديد من الخواطر، بعضها يتعلق بالفيسبوك نفسه
بعضها يتعلق بالإعلام أو بالمرابطين كقناة أو المرابطون إن شئتم، ولكن سأذهب إلى خاطرة أخرى تحضرني الآن. أنا قدمت هنا في إجازة ومنذ أسابيع رأيت كثيرا من المشاهد التي لا تسر، بل هي مشاهد سيئة ومزرية، وعجب أن يراها أي شخص ثم لا يخرج مشهرا لسانه إن لم أقل سيفه، امتعاضا واستنكارا على من ولوا أو ولوا بأي طريقة، ونحن نعرف الطرق التي يتولى بها هؤلاء المسؤوليات العامة. أرى أن هذه البلاد بلاد منكوبة ينبغي أن ينتبه أهلها، وأنتم أهل الإعلام مسؤوليتكم أن تنوروا الناس سواء بهذا الإعلام المرئي أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي. نوروا الناس، أيقظوا الناس، نبهوهم. قبل سنوات كتبت أبيات لا أذكر الآن بدايتها، ولكن قلت فيها الأرض تسخو بما يغني الورى أبدا، والبحر يقذف بالأسماك والدرر، وفي الجبال حديد لا نفاد له، فكيف تذوي حياة الناس والشجر. تفاءلت حينها وقلت اليوم قد عرف المقتول قاتله، واستيقظ الطيب المغرور للغرر. متى نستيقظ؟ متى ننتبه إلى هذه الأمور التي تنخر في جسم المجتمع، التي أفسدت بل أهلكت حياة المجتمع؟ نحن أو أنا هنا لا موقف لي من أحد بعينه، إنما لدي موقف من وضع فاسد. من أفسد هذا الوضع وقام بهذا الإفساد ينبغي أن يقال له أنت مفسد، ينبغي أن يقوم الناس عليه. نحن هنا نعيش في مهزلة كبرى، نعيش في مسرحية كبرى، نعيش في حياة لا معنى لها، وينخرط الكبار وأهل المكانة في هذه الجوقة المزرية. هذا شيء يؤسف له حقا. مشاهدينا الكرام، في موسمنا الجديد سنكون معكم دائما، وسنحرص على القرب من خياراتكم أكثر وأكثر. شاركونا بآرائكم ولقطاتكم واقتراحاتكم في شتى فقرات البرنامج، ولا تترددوا في مراسلتنا على صفحة القناة أو على صفحة البرنامج الظاهرة على الشاشة. وإلى لقاء آخر، تقبلوا تحيات فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله.